يعني داعش لهذه الأرض العراقية تحدثنا كثيرا وقلنا أنه انتهى من الناحية العسكرية، فقط مجاميع بسيطة وهم عبارة عن جرذان مقتلين هنا وهنالك يقومون ببعض الأعمال الإجرامية ربما لمصلحة بعض السياسيين أو ربما لمصلحة بعض الجهات المخابراتية من خارج حدود العراق. هدفهم إحداث ثغرات أمنية خدمة لتوجهات أو استراتيجيات هي غير محسوبة بالنسبة لداعش، لكنها ربما تخدم أو تتخادم مع جهات أخرى. لذلك نقول أن قاعدة البيانات التي أصبحت لدى الأجهزة الأمنية عن هذا التنظيم وتحركاته وشبكة القيادة والسيطرة لديه وأسلوب قتاله وأماكن تواجده وحتى طرق تنقلاته موجودة ومعلومة تماما، فقط تنتظر أي تحرك من هذا التنظيم، وبالتالي هنالك عمليات نوعية مستمرة يوميا. هنالك عمليات تقوم بها الأجهزة الأمنية سواء كان الاستخبارات أو مكافحة في وزارة الداخلية أو الجهاز مكافحة الإرهاب أو جهاز الأمن الوطني أو جهاز المخابرات أو الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، عمليات نوعية انتقائية تقوم بها هذه الأجهزة الأمنية حالما يكون هنالك تحرك ولو بسيط جدا لأفراد هذا التنظيم. سيد عدنان، هل التطورات الإقليمية علاقة بتزايد نشاط التنظيم خلال هذه الفترة، وأقصد بها التوترات بين إيران والولايات المتحدة والحديث عن مواجهة محتملة على الحدود السورية العراقية؟ أحسن، طبعا هذا السؤال مهم جدا وأرجو أن يفوت هذا على لساني. يعني اليوم بعض خيوط التنظيم كانت تمول من خارج العراق، وأنا نوهت عنها قبل قليل، قلت أنه بعض خيوط التنظيم باقية تتحرك بها جهات سياسية أو ربما جهات مخابراتية من خارج حدود العراق. يعني إذا التنظيم صنع خارج حدود العراق وزج إلى الأرض العراقية لهدف استراتيجي، والهدف الاستراتيجي يخدم من؟ ربما يخدم مشاريع استراتيجية دولية. لذلك أقول اليوم هناك نشاطات لهذا التنظيم تزداد شيئا فشيئا، وبالأخص داخل الحدود السورية لإعطاء ذريعة لاستقطاب قوات دولية. ربما سنشهد الأيام القريبة القادمة، قريبة أقول وليس البعيدة، عملية عسكرية في سوريا قد تستهدف النظام السوري، وربما النظام السوري الآن ربما يعيش أيام الأخيرة بحساباتي، وأتمنى أن تكون هذه صحيحة، لكن أستشعر أن هناك خطر على النظام السوري وربما تعرض سوريا إلى عزة مثل ما تعرض لها العراق، قد تشهد تقسيم جغرافي أو ربما تقسم كوناتيا من ناحية المبدأ، ثم يمهد هذا إلى تقسيم جغرافي. سوريا ستشهد أحداث كبيرة وكثيرة في الأيام القريبة، والنظام السوري ربما سيعيش أيام الأخيرة، قد تكون في هذا العام 2023 أو ربما تطلع إلى 2024 كحد أعلى. أعتقد يعني هنالك عمليات استقطاب حامل الطائرات الأمريكية جورج واشنطن وحاملتان كبيرتان جدا لا تتحركان إلا إذا كان هنالك عمليات عسكرية استراتيجية كبيرة قدمت في 2003، والآن تعود إلى المنطقة وهنالك نشاط كبير جدا في الأراضي السورية، وهنالك تحركات كبيرة بآليات ودروع و قوات برية. لذلك أقول يبدو أن العملية أو ربما مقبلين على عملية عسكرية كبيرة. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر السيد عدنان الكناني الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على هذه المداخلة.